يلا نمشي التوزر عن طريق زميلنا مراد مزيود على عين المكان، نحكيه على أهم برامج بنك التضامن في جهة توزر. صباحك فلو ياسمين مراد، صباح النور. صباح الخير إيناس، أهلا وسهلا أوفياء قناة الوطنية واحد، مرحبا بكم. المرة هذه موجودين في نقطة خارجية من مدينة توزر وبالتحديد في بنك التضامن. هذا البنك الذي أنشئ منذ سنوات لدفع المشاريع ودفع التنمية والحركة الاقتصادية في كافة ولايات الجمهورية. بنك التضامن واحد من هذه النقاط المنتصبة في مدينة توزر، واللي قاعد يساهم في تحريك وتشجيع الشباب على الانتصاب، على بعث المشاريع، على دفع وتشجيع هذه الشرائح العمرية المهمة من حاملي الشهادات العليا وكذلك من الكفاءات التونسية اللي عندها شهادات في مختلف مجالات التكوين الفلاحي أو الصناعي أو مختلف الصناعات الموجودة. إذن اليوم باش نتحدثوا على البرامج الجديدة المحدثة من هذا البنك الاقتصادي المهم لتشجيع كما قلنا الشرائح العمرية من فئة الشباب أو من فئة باعثي المشاريع. معنا في ضيفنا سي سامي مدير البنك التضامن من مدينة توزر، باش يحدثنا أكثر على هذه الفرص الجديدة أو المبادرات الجديدة اللي وفرها هذا البنك لفائدة منتفعيه. صباح الخير سي سامي، مرحبا بك. خير سي مراد، مرحبا بك، رحبوا بك ورحبوا بالتلفزيون الوطنية وجميع مشاهدي التلفزيون الوطنية. اليوم في حقيقة الأمر هو يعتبر حدث بالنسبة لفرع البنك بتوزر. على بركة الله نفتح اليوم النشاط التجاري لفرع البنك التونسي للتضامن بتوزر، خطوة هامة ومفصلية في مسار البنك، جاءت بفضل الحرص والمجهود الكبيرين من الإدارة العامة لتحويل جميع خلايا البنك إلى فروع بنكية تقدم كل الخدمات المتاحة. هذه الانطلاقة باش تخلينا نجمع شتات حرفاء الموزعين على بقية المؤسسات المالية، حرفائنا اللي يبدأوا معنا وساهم البنك في انطلاق مشاريعهم. يمكنهم اليوم من استعمال حساباتهم المفتوحة لدى فرع البنك بتوزر من خلال عملية السحب والإيداع وخلاص قروضهم مباشرة لدى فرع البنك. أيضا باش نحطوا على ذمة حرفائنا البطاقات البنكية التي تعتبر أداة مهمة في تسهيل قضاء شؤونهم. هذه البطاقات تمكنهم من عملية السحب من جميع الموزعات الآلية الموجودة على الساحة، كذلك يمكنهم القيام بجميع عمليات الشراء لدى التجار المزودين بالآلة الطرفية المخصصة لذلك. كل هذا مع حفاظ البنك على أهم خصوصية وهي تمويل أصحاب أفكار المشاريع سواء من خريجي التعليم العالي أو بقية المستويات. سي سامي، أكيد فرصة هذه باش نعاودوا نذكروا المنتفعين أو اللي يخموا باش يبعثوا مشاريع، شنو بالضبط المسار اللي يمشوا عليه؟ كيفاش يتوجه البنك؟ شنو هو المطلوب باش ينتفع؟ شنو حدود وسقف المنتفع بالقرض البنكي؟ كيفاش يقع السداد نتاعو؟ شنو هي أهم معناتها القوانين للمنتفع؟ في حقيقة الأمر هي نعتبرها إجراءات مبسطة. يكفي أن يكون الحريف أو البعث حامل شهادة تكوين في اختصاص وعنده فكرة مشروع مجدية وقابل للإنجاز ذات جدوى، يقدم الملف نتاعه سواء مباشرة لدى فرع البنك أو لدى هيكل المساندة المختصة اللي باش تقوم بالدراسة الفنية ودراسة الجدوى اللازمة. الوثائق تتكون أساسا من شهادة التكوين اللي هي عنصر هام في تكوين الملف، وما يفيد معناتها اقتناء المعدات من فواتير تقديريه والى اخره. بعد ما يتم الدراسه هذه يقع اقتراح التمويل على اللجنه المركزيه للقروض اللي تجاوبها في وقت وجيز. بالنسبه للقطاعات اللي تدخل فيها البنك هي جميع القطاعات الموجوده من المهن الصغرى وخدمات وصناعه تقليديه وفلاحه، ندخلوا في جميع القطاعات المولوها اذا كانت توفر الحريف بطبيعه الحال الشروط المطلوبه. اكيد عديد المنتفعين من ولايه توزر بقروض من هذا البنك، كانت تعطينا فكره بالارقام سي سامي قديش انتفع عن واحد في ولايه توزر في الفتره اللي فاتت السنوات الاخيره هذه؟ نعطيك رقمين الى حد الان. بالنسبه ل 11 الشهر الاول من شهر من عام سنه 2022 عندنا 600 وربع منتفع. هي وخاطر كل عام الاداره العامه تحدد لنا سقف او معناتها اوبجيكتيف باش نخدموا عليه. هذه المشاريع كانت بقيمه 5 مليارات و850 بزياده تقريبا 50 مشروع على السنه اللي فاتت، شملت جميع الميادين كما قلت لك، القطاعات الفلاحه والمهن الصغرى والخدمات والصناعه التقليديه. السقف المحدد سي سامي للقروض تقريبا قداش المنتفع ينجم ينتفع؟
عندنا زوز انواع، عندنا حاملي شهاده عليا اللي تنجم توصل لسقف الثمن بتاعها 150 الف دينار، وبقيه المستويات 100 الف دينار، وديما تبقى القيمه بتاع المشروع حسب الحاجات الحقيقيه بتاع المشروع بطبيعه الحال. واضح. هذا بالنسبة للبنك التضامن، أكيد ثم شركاء أخرين مع بنك التضامن لدعم الباحثين على الانتساب للحساب الخاص، منهم مركز ريادة الأعمال بيتوزر. في هذا الصدد تحضر معنا مديرة مركز الأعمال بيتوزر تقوى حدان للحديث أكثر على هذا المركز وأهميته، شنو قاعد يعمل ومن هم الذين يتوجهون إلى هذا المركز وكيفية الانتفاع بخدمات هذا المركز. مدام تقوى مرحبا بك. مرحبا بكم كنس كل. مركز الأعمال بيتوزر اللي هو هيكل من هيكل المساندة المعنية بدفع المبادرة الخاصة والاستثمار ومساعدة الباعثين على بعث مشاريعهم والانتصاب للحساب الخاص، نتبع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. وبالمناسبة هذه معناها معناها نعلم جميع اللي يستمعوا فينا اللي احنا ديما شركاء فعليين معناها لبنك التضامن، باعتبارنا ان نقوم بدراسة المشاريع اللي يتلقاها البنك ونرافقوا باعثي المشاريع في مختلف مراحل انجاز مشاريعهم، بداية من الفكرة الى اعداد مخططات الاعمال، ومن ثم البحث على مصادر التمويل اللي نعتبر بنك التضامن بيتوزر شريك فاعل في تمويل العديد من الدراسات، تمويل لاصحاب شهادة عليا واصحاب كفاءات مهنية. وعادة ديما الباعثين شنو اهم مشاكلهم وصعوباتهم، ديما يقول لك الاشكال الاداري، هاو كثرت علينا الاجراءات الادارية، هاو نتعطلوا برشا، هاو ناخذوا معناها نخسروا برشا وقت باش نقوموا نقولوا احنا بالعمليات هذه البنكية والمالية متاعنا وكل. دونك نصور اللي البادرة هذه متاع احداث الخدمة الجديدة المصرفية ببنك التضامن وتعزيز معناها الفكرة متاع انه بنك زادة تجاري، انك تنجم تحدث لهنا حساب بنكي خاص مالي، تنجم من خلاله معناها تكون اول حاجة بروكسيميتي قريبة للبنك في عملية الخلاص والاستخلاص، حتى في علاقاته مع المزودين. دونك ما تنجم تكون كان بدرة طيبة احنا نثمنوها، ومعناها ونشجعوا كل الباعثين انهم يتصلوا بالفروع القريبة لهم وينتفعوا بالخدمة هذه. تقوى، هذا بالاضافة لمركزكم يقوم زادة بدورات تدريبية لباعثي المشاريع، معناتها بخلاف مساعدته اداريا واحد، ثم دورات تكوينيه اللي تهتم بالباعثين وتطوير قدراتهم في المجال اللي اختاروه. اكيد اذا كان يجي يتصل بينا شاب هو يعني الامر حامل اي شهاده عليا ويرغب معناها في انه يفتح مشروع في مجال معين، لهنا المعرفه التقنيه لا تكفي، لانه لازم يبدا عنده فكره عامه على كيفيه التصرف في المشروع، يعرف ايش معناها دراسه السوق، يعرف ايش معناها انهم اصلا معناها حتى هيك التمويل اللي تقدم له معناها العديد من الخدمات وخطوط التمويل وبرامج التمويل. لهنا زاد كيف نقدموا ورشات تمويل يتم فيها استدعاء ممثلي على البنوك وكل ما فيها زاد بنك التضامن باش يحكي لهم على شنو الاليات الانفع واللي تتماشى اكثر معناها مع طبيعه المشاريع نتاعهم. دونك الدوره التكوينيه هذه ممتده على عام كامل، معناها يجونا يتصلوا بينا الباعثين الشبان يطلبوا معناها شنو لي تيم دو فورماسيون، خاطر زاد اللي مش على حسب معناها لي بوزوا نتاعهم، الحاجيات تختلف اذا كان هو مازال في الفتره الاولى في تكوين الملف، تختلف على معناها الحاجيات نتاعه صاحب مؤسسه. لهنا تو الخدمه الجديده اللي نحكيوا عليها اليوم في بنك التضامن تم اكثر معناها اصحاب المؤسسات اللي باش يولوا يحلوا لهنا معناها حسابات بنكيه لهنا ويكونوا عن قرب معناها في عمليه الخلاص والاستخلاص، واللي ما نجموش نحكوا على تمويل معناها مشاريع جديده اذا كان ما يكونوش القدم لي زونسيان، معناها يبدا تو دو ريكوفرمون يعود عالي ومعناها ديما الخدمه هذه نجموا كان نثمنوها باعتبارنا مع شركاء في نفس المنظومه. بالمناسبه زاد نعلم حتى الباعثين الكل اللي يستمعوا لنا اللي مركز اعمال توزر معناها هو اول مركز اعمال عمومي يقدم بصفه 100% معناها خدمات رقميه عبر سيت ويب، معناها منظومه سيت ويب رقمي معناها ينجموا من خلاله معناها يطلبوا شنو الخدمات نتاعنا كلها، اللي هو كما كنت تحكي دورات تدريبيه والا ندوات استثماريه يتم الاعلام من خلال هذه البوابه. كيف ثم معناها انترفاس كامل يهم عباره على منصه لاصحاب الاعمال
ليزانفستيسور اصحاب المؤسسات. المنصه هذه عملناها للتشبيك معناها بيناتهم باش يعرفوا بعضهم باش بلوس دو نيتوركينغ بيناتهم ماتش ميكينغ يشوفوا يخدموا البي تو بي اكسترا. دونك نتمنوا معناها لاصحاب المؤسسات ديما نجاح في ظل الظروف الصعيبه اللي تعيش فيها بلادنا، ظروف اقتصاديه وكل. ديما الخدمات الرقميه والخدمات هذه نتاع معناها نتاع الماليه وكل ما تنجم كان تسهل لهم عملهم الاقتصادي. شكرا سي سامي. ثم اخيرا نحب نرحب بجميع الحرفاء نعدوهم لاكتشاف الخدمه نتاعنا هذه ينخرطوا فيها ومرحبا بهم، وان شاء الله البنك السويسري للتضامن والحسن الى احسن. ان شاء الله هذا ما نتمنوه طبعا هو التنمية الاقتصادية، تنمية عادلة في الجهات. نداء الى الشباب باش يحاولوا يحمل معناتها افكارهم على ارض الواقع وتجسيدها على ارض الواقع، يحاولوا ديما الامل الموجود، وان شاء الله تونس الى ما افضل ان شاء الله. كافة ولايات الجمهورية، كافة شبابنا حاملي شهادة العليا اللي عندهم شهادة في التكوين يتوجهوا إلى المراكز هذه، ثم حلول، ثم بوادر باهية تشجع الشباب على الاستثمار بخلاف بنك التضامن، بخلاف مركز المبادرة للأعمال بتوزر، ثم لابي وكالة الاستثمار الصناعي وكالة الاستثمار الفلاحي، إدارة التشغيل، فضاء المبادرة، كل فضاءات التعاون الشباب على الانتساب الخاص، وإن شاء الله تونس إلى الخير وإلى ما أفضل. شكرا لك مراد مسجود، شكرا لكل الضيوف متاعك.